بقيادة الشناوي جلسة خاصة بين لاعبي الأهلي قبل بدء الاستعداد لمباراة الزمالك في نهائي الكأس. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. اتفق لاعبي الأهلي الكبار على عقد جلسة مع باقي زملائهم بالفريق قبل مران اليوم الاثنين للتحفيز والشد من أزر بعضهم قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك الخميس المقبل 21 يوليو الجاري. وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين لاعبي الأهلي الكبار لتجاوز خسارة الفريق من بيراميدز أمس الأول السبت بثنائية نظيفة في الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز. واستقر اللاعبون الكبار بالفريق وفي مقدمتهم محمد الشناوي ووليد سليمان ورامي ربيعة على عقد جلسة خاصة مع باقي اللاعبين لتحفيزهم ودعمهم من أجل الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر. ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك بعدما حصل على راحة 24 ساعة عقب الخسارة من بيراميدز.